بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. معكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله نكمل مع بعض شرح منهج الساينس لجريد 5. إحنا شغالين دلوقتي في درس الفريكشن فورس. درس الفريكشن فورس من الدروس المهمة ومن الدروس في نفس الوقت السهلة. طيب، كنا اتكلمنا مع بعض في البارتس اللي فاتت على معنى كلمة فريكشن فورس، وقلنا ان الفريكشن فورس دي هي عبارة عن قوة او فورس opposes the motion، يعني بتيجي في وش الحركة اللي انت بتحركها. وبالتالي انت لو ماشي على الارض مثلا، فرجليك بتحتك بالطريق اللي انت ماشي عليه، والطريق دايما بيبقى في وشك، وبالتالي الفريكشن فورس دي هي القوة اللي بتحتك برجلك اثناء ما انت ماشي. وكنا اتكلمنا عن الفريكشن بتوين سوليد اوبجكتس، وخدنا حاجة اسمها factors في البارت اللي فات على طول، وقلنا ان الفاكتورز that affecting the friction force بتبقى type of surface material with the speed of body with the surface area of moving object. وكنا اتكلمنا عن كل واحدة فيهم بالتفصيل، والنهاردة هنتكلم عن نوع تاني من انواع الفريكشن فورس. خلينا نتكلم الاول ان الفريكشن فورس هي الفورس نفسها اللي بتقابل اي اوبجكت بيتحرك. يعني انت عشان تعمل موفمنت بتلاقي ان الموفمنت دي بتتبطأ، بتحصل لها slowing down because of friction force. طيب افهم بقى النقطة دي، لو الحركة اللي عندك، لو الموشن اللي عندك او الموفمنت اللي عندك ما بين solid وsolid، ساعتها بنسميها فريكشن فورس. سوري، يبقى لو الحركة اللي عندك ما بين سوليد وسوليد بنسميها فريكشن. طيب هل يا مستر لو انا مثلا قدام طائر زي ده، الطائر ده البيرد ده، البيرد دي اللي هي ال 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 الحمامة اللي قدامك او الكائن اللي قدامك، هو بيطير، وبالتالي هل هو بيحتك بسوليد؟ احنا عارفين ان جسم الطائر نفسه سوليد، يعني جسم الطائر نفسه سوليد، انما هو بيتحرك في ايه؟ بيتحرك في الاير، في الهواء. فكل ما الطائر ده يتحرك في الاتجاه ده، بتلاقي ان الهواء بيخبط في وش الطائر ده طول الوقت، وبيبقى in opposite direction، وده يعتبر فريكشن فورس. بس احنا ما بنقولش عليه فريكشن فورس، بقى بنقول عليه حاجة تانية اسمها air resistance. نقول تاني، الطائر ده علشان يطير هو بيحتك بالهواء، هو بيعمل فريكشن مع الهواء، والهواء دايما اللي هو الاير يعني دايما بيخبط في وشه اثناء ما هو بيتحرك. فالحاجه اللي بتبطئ حركه البيرد ده هي الاير، فاحنا هنسمي احتكاك الطائر بالهواء ده هنسميه اير ريزيستنس. وبالتالي اي قوه بتبطئ الحركه بنسميها فريكشن فورس. طيب لو كان الاوبجكت اللي عندي بيتحرك في الهواء، ما بنسميهاش بقى فريكشن فورس، بنديها اسم جديد بنسميها اير ريزيستنس. فهمت الفكره؟ يبقى هي الاير ريزيستنس اصلا هي فريكشن فورس، بس فريكشن فورس مميزه شويه لما السوليد اوبجكت يمشي في الهواء. يعني مثلا الطياره وهي طايره، نقول عليها ان عندها فريكشن فورس ولا نقول عندها اير ريزيستنس؟ لا، عندها اير ريزيستنس. طيب يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي البارت الثاني او الجزء الثاني اللي بنتكلم فيه هو الفريكشن بتوين سوليد اوبجكتس اند اير. وبيقول لي هنا ايه؟ وين ا سوليد اوبجكت، لما يكون في سوليد اوبجكت موفز ان اير، لما يكون في سوليد اوبجكت بيتحرك في الهواء، ا فريكشن فورس اريزس، بيظهر او بينشا فريكشن فورس. زي ما قلنا قبل كده كلمه اريزس ليها معاني كتير، تنشا او احيانا بتستخدم معنى تزيد، between the object and the air. يبقى كده احنا اتفقنا ان في قوة هتظهر
بسبب احتكاك الاوبجكت ده بالهواء اسمها ايه الريزيستنس. وذيس تايب اوف فريكشن، النوع ده من الفريكشن بيتسمى اير ريزيستنس. بنسميه ايه؟ بنسميه اير ريزيستنس. اند اكت طبعا ان اوبوزيت دايركشن. يبقى احنا هنا عشان نبقى فاهمين اكتر، الفريكشن فورس هي اصلا عباره عن فورس بين تو سيرفيسز. اتفقنا؟ لو التو سيرفيسز دول سوليد وسوليد بنسميها فريكشن فورس عادي جدا، زي الموشن اوف بايك، حركه العجله دي ما بين كاوتش العجله وبين الجراوند اللي هي التاير يعني والايه والجراوند، ودي بنسميها فريكشن فورس. طب لو كان الاوبجكت يا مستر ماشي في الهواء او بيحتك بالهواء بنسميه ايه؟ بنسميه فريكشن فورس برضو؟ لا، بنسميه اير ريزيستنس. وبالتالي عندي ديفينيشن للاير ريزيستنس هنا، it is a type of friction force، هو نوع من انواع الفريكشن فورس، resulting from the movement of an object through air. وده لازم تحفظه، يعني بيجي في الامتحان يقول لك ايه هو في scientific term، يعني بيجي يقول لك type of friction resulting from movement of object in air، تقول له ده ايه؟ تقول له ده اسمه air resistance. تمام. خلينا نتكلم عن شوية حاجات ليها علاقة بالاير ريزيستنس. مبدئيا كده الاير ريزيستنس ان اوبوزيت دايركشن برضو، يعني انا مثلا لو في طائر، الطائر ده بيتحرك ماشي، فالطائر ده في النهاية يعني الطائر مثلا لو بالشكل ده، ده مش طائر خالص، بس يعني لو تخيلنا هي دي سمكة، بس تخيل ان هي اي حاجة بتطير وخلاص يعني. فالمهم ان الموفمنت بتاعت الكائن الغريب ده بتتحرك في الاتجاه ده ماشي، الحاجه اللي بتقاومه فاثناء حركته بتبقى جايه ان اوبوزيت ايه؟ ان اوبوزيت دايركشن. زي بالظبط ان مثلا الولد اللي بيسوق العجله ده هو عنده نوعين من الفريكشن فورس، عنده الفريكشن فورس العاديه اللي ما بين كاوتش العجله والجراوند، يعني هو كل ما يمشي لقدام الجراوند بيبقى ايه؟ بيمنعه، فدي اسمها فريكشن فورس. وعنده احتكاكه هو ذات نفسه بالاير، صح ولا لا؟ مش الاير جاي في وشه. يبقى لو الموفمنت كده فالاير ريزيستنس ان اوبوزيت ايه؟ ان اوبوزيت دايركشن، زيها زي الفريكشن فورس ايه بالظبط. طيب هل في فاكتورز بتاثر على الاير ريزيستنس زي ما الفريكشن فورس بتاثر على السوليد، او زي ما كان في حاجات سوري بتاثر على الفريكشن فورس العاديه بتاعت السوليد؟ في فاكتورز افكتنج اير ريزيستنس، في عوامل بتاثر على الاير ايه؟ على الاير ريزيستنس. هنا هنتكلم عن اير ريزيستنس از افكتد باي تو فاكتورز. الاير ريزيستنس بتتاثر بعاملين، العامل الاول هو السبيد والعامل الثاني سيرفيس اريا. الله، مش دول يا مستر كنا اتكلمنا عليهم قبل كده؟ كنا اتكلمنا عليهم في الفيديو اللي فات، وقلنا ان كل ما الاوبجكت يتحرك بسرعه تلاقي ان الفريكشن فورس زادت. يعني زي ما اتفقنا ان موتور العربيه مثلا ده عباره عن اجزاء بتتحرك مع بعضها، مش مجموعة من التروس ومجموعة من الايه الحاجات الحديد اللي بتحتك ببعض. الاحتكاك ده لو بطيء فتبقى المقاومة او الفريكشن فورس قليلة، قوة الاحتكاك قليلة. انما لو العربية بتجري بسرعة جدا، الاحتكاك اللي جوه اجزاء العربية بيبقى كتير جدا، وبالتالي الفريكشن فورس بيزيد وتلاقي ان العربية سخنة جدا. فالفريكشن فورس increase by increasing speed. وكنا اتكلمنا عن الفاكتورز دي في المرة اللي فاتت، ولكن احنا هنا بنتكلم عن اير ريزيستنس، مقاومه الهواء. كل ما الاوبجكت يتحرك بسرعه في الهواء كل ما الاير ريزيستنس تبقى كبيره. خلينا نبدا باول حاجه، ذا سبيد اوف موفينج اوبجكت. ساعات بنسمي كلمه سبيد بنسميها فيلوسيتي. كلمه فيلوسيتي معنى تاني لكلمه سبيد، يعني الاثنين بنفس المعنى، السرعه يعني ماشي. فبيقول لي هنا ايه؟ باي انكريسينج ذا سبيد اوف بودي that move through air، بزيادة السبيد بتاعت البادي in air، air resistance increase and vice versa.
كلمة vice versa دي معناها والعكس صحيح، معناها والعكس صحيح، يعني كل ما السبيد تقل كل ما الاير ريزيستنس تقل. هرجع افكركم تاني يعني ايه اير ريزيستنس. اير ريزيستنس يعني ان الاوبجكت بيتحرك في الهواء فالهواء بيخبط فيه. كلمة ان الهواء يخبط فيه ويقلل حركته ويقاومه دي اسمها اير ريزيستنس. فبيقول لك ان كل ما السبيد تزيد كل ما الاير ريزيستنس تزيد، وبالتالي بنسمي الريليشن دي بنسميها دايركت ريليشن. ايه ده؟ يعني ايه دايركت ريليشن يا مستر؟ هقول لك انا. كلمة دايركت ريليشن يعني علاقة طردية، علاقة فيها ان لما حاجة تزيد الحاجة التانية تزيد. يعني انا مثلا كل ما اديك شوكولاتة انت تكون سعيد اكتر، او كل ما اديكي فلوس كل ما تكوني سعيدة اكتر، وبالتالي دي علاقة متناسبة او علاقة طردية دايركت. كل ما ده يزيد ده يزيد، كل مثلا ما اخد اجازة اكتر فانا ببقى مبسوط اكتر. فبتبقى حاجات ايه ان دايركت ريليشن. فبنقول لك مثلا ان كل ما السبيد تزيد كل ما الايه مال ايه ريزيستنس يزيد. كل ما انا مثلا انا راكب طياره، طب تعال نفكر في الموضوع ده. هل انت تقدر لو احنا حبينا نعمل تجربه مثلا اجيبك مثلا وتتحط قدام مقدمه الطياره، انت عارف الطياره بتطير ماشي بسرعه عاليه جدا، انت تقدر تستحمل قوة الهواء اللي بيخبط في الطيارة؟ انا مش لاقي صورة للطيارة، بس كان نفسي الاقي ايه صورة للطيارة هنا. بس عموما تخيل ان في طيارة ماشي، وان الطيارة دي المقدمة بتاعت الايه الطيارة ماشي، وجينا قمنا طبعا الطيارة بتطير في الاتجاه ده خلاص، الهواء اللي بيخبط في الطيارة جاي في كل الاتجاهات كده في العكس الايه عكس طريق الحركه in opposite a direction. تخيل ان احنا حطيناك ده، مفروض ان هو انت ماشي او انت بقى اي حاجه، بس تخيل انت محطوط في الحته دي ماشي في مقدمه الطياره، والطياره بدات تتحرك وبتتحرك بسرعه عاليه جدا. فتخيل الموضوع من الاول، اول ما الطياره تتحرك بالراحه فانت بالنسبه لك الهواء قليل اللي بيجي في وشك، لان هو اير ريزيستنس بقى، احنا بنتكلم عن الاير ريزيستنس. لكن لما الطياره تبتدي تسرع اكتر وتبتدي تطلع وتطير في الجو اكيد مش هتستحمل، لان الاير ريزيستنس هنا قوي جدا اكيد هتتدمر يعني. وبالتالي ان الاير ريزيستنس دي بتبقى ان اوبوزيت ايه ان اوبوزيت دايركشن صح. طيب يبقى كل ما زود السبيد كل ما الاير ريزيستنس انكريس، والعلاقه دي بنسميها دايركت ايه ريليشن. اكزامبل على الاير ريزيستنس، when you run fast لما بتجري بسرعه بتلاقي الهواء بيخبط في وشك ده اسمه اير ريزيستنس. when you ride a bicycle at high speed لما بتسوق عربيه او سوري عجله بسرعه جدا. When a car move at high speed لما عربية بتمشي بسرعة جدا فالهواء بيخبط في العربية. طيب تاني حاجة بتأثر على الـ air resistance هي الـ surface area. يعني ايه surface area يا مستر؟ زي فاكرين العربية اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده، لما كنا اتكلمنا على الـ surface area في الدرس او في الفيديو اللي فات، احنا كنا اتكلمنا ايه ان كلمة surface area يعني المساحة اللي بتحتك. فتخيل مثلا ان احنا لما ضربنا اكزامبل في اول فيديو خالص وقلنا ان انا عندي عندي عربيتين، عندي العربية الاولى بالشكل ده ماشي كانت عاملة كده ماشي كانت بالشكل ده كده مثلا، او يعني لو عملنا رسمنا كده عربية بسرعة يعني، والعربية التانية كانت عبارة عن عاملة بالشكل ده ان هي اوتوبيس يعني، بس المساحة هنا قوي كبيرة جدا وهنا المساحة زي ما انت شايف او السيرفس اريا قليلة جدا. فكنا بنقول ان العربية دي هتمشي اسرع. ليه؟ لان العربية دي هي ماشية في الهواء، سوري ماشية الهواء بيخبط فيها في وشها، الحتة اللي بتحتك بالهواء حتة قليلة جدا يعني المساحة اللي بتحتك بص قليلة ازاي، انما هنا بص اللي بيحتك قد ايه السيرفس اريا، وبالتالي هنا الهواء هيخبط اكتر وهيخلي حركة الاوتوبيس
أبطأ. فكل ما أنت السيرفس أريا تكون كبيرة، كل ما المساحة اللي بتخبط في الهواء أثناء الحركة تكون كبيرة، الفريكشن فورس أو اللي بنسميها بقى إيه الريزيستنس تزيد. يبقى برضو زي ما شرحنا قبل كده ان by increasing the surface area of body that move through air the air resistance increase and vice versa. طيب the relation between surface area of body and air resistance is direct relation، زيها بالظبط زي الجزء بتاع السبيد لما قلنا ان كل ما السبيد تزيد ال air resistance تزيد، نفس الكلام هنا كل ما ال surface area تزيد كل ما الاير ريزيستنس تزيد. واكزامبلز على الكلام ده ان هم جم فكروا قالوا طب بص، فاكرين القطر اللي كان الهواء بيخبط فيه كتير؟ قالوا لا، احنا هنطور الفكره ونخلي القطر المقدمه بتاعته مش مربعه كده. يعني تخيل ان القطر كان عامل كده، يعني بص كان عامل كده، يعني انسى شكل القطر ده كده، انساه. يعني القطر ده بص شكله احنا عملناه كده، ان القطر بقت المقدمة بتاعته مربعة كده، يعني القطر بقى ايه، بقى مربع كده. تخيل القطر ده هيكون سريع ولا بطيء لو احنا عملناه بالشكل ده كده؟ يعني انا بحاول ايه اغير لك شكله شوية. ساعتها كل المساحة دي او كل السيرفس اريا دي الاير ريزيستنس هتخليها او هتبقى زيادة، يعني او الهواء هيخبط فيه القطر وبالتالي هيبقى بطيء جدا. فقالوا لا بص، احنا نخلي القطر بالشكل ده، ان القطر ده بدل ما هو مربع كده احنا هنعمله بطريقة ان هو يكون ماشي بالشكل اسمه ستريم لاين. ايه الستريم لاين ده؟ ان القطر يبقى المقدمة بتاعته رفيعة، وبالتالي لما الهواء يجي يحتك بالقطر يبتدي يتفرق الهواء ده في اتجاهات مختلفة، فالقطر يكون سريع جدا، عكس ما يكون القطر المقدمة بتاعته عاملة كده، فالهواء هيخبط في كذا حتة، صح ولا لا؟ وبالتالي هنا الشكل ده اسمه ستريم لاين شيب. جابوا الشكل ده منين؟ جابوه من الايه، من الطيور. لو انت بصيت للطيور، لما ربنا خلق الطيور خلق الطيور ازاي؟ الطيور من المقدمه بتاعتها رفيعه قوي عامله كده، وبالتالي لما الهواء يجي تلاقيه ايه، بيتفرق بسرعه، ما يلحقش ان هو يبطئ حركه الايه، حركه الطائر ده. فهم خدوا نفس الفكره دي وقالوا طب احنا ما نعملها في كل الحاجات اللي بتتحرك في الهواء او بتحتك بالهواء، بمعنى اصح كل الحاجات اللي ليها اير ايه، كل الحاجات اللي ليها اير ريزيستنس. وبالتالي الترينز اللي هي القطر والروكتس والنيو كارز كلهم والايركرافت يعني الطيارات ار ديزايند ان ستريم لاين شيب، متصممين بطريقه اسمها ستريم لاين شيب. الستريم لاين شيب ده هو عباره عن تصميم بيقلل السيرفس اريا. يعني ايه بيقلل السيرفس اريا يا مستر؟ بيخلي المساحه اللي بتحتك بالهواء قليله، وبالتالي الاير ريزيستنس قل. يبقى ليه معمول بستريم لاين شيب؟ وده سؤال اساسي عندك في الامتحان اخر السنه، انت لازم تتسال السؤال ده في اخر السنه. ليه متصمم القطر بالطريقه اللي هي ستريم لاين شيب كده؟ تو ديكريس ذا سيرفيس اريا سو ذا اير ريزيستنس ديكريس، عشان اقلل السيرفيس اريا، عشان اقلل المساحه، so the air resistance decrease and the speed increase، والسبيد تبتدي ايه، تبتدي تزيد. ماشي طيب، نفس الكلام ليه البيردز، ليه الطيور ربنا خلقها ان هي ليها او هاف ستريم لاين شيب؟ نفس الاجابه، احنا الحاجه معموله ستريم لاين شيب to decrease surface area، عشان اقلل السيرفيس اريا، so the air resistance decrease، وبالتالي الاير ريزيستنس هتبتدي تقل، وبالتالي the speed increase. طيب السؤال اللي انا عاوزكم تفكروا فيه،
انا هجاوبه في الفيديو اللي جاي، بس فكروا في السؤال ده. الوقت الراجل اللي بينط بالباراشوت ده، الراجل ده ليه فاتح الباراشوت كده ومزود السيرفس اريا قوي؟ انا هقول لك تو اكزامبلز وتقعد تفكر فيهم. الاكزامبل الاول ان هنتخيل ان الراجل ده الحالة الاولى ان هو فتح الباراشوت، يعني نتخيل ان الراجل ده هنا اهو، ماشي، ده الراجل اهو انا رسمه كده، تخيل ان هو فتح الباراشوت لقى الباراشوت اللي فوقيه صغير قوي كده، حاجة صغيرة خالص يعني. والحالة التانية ان هو نفس الراجل ماشي وفتح الباراشوت خلاص، لقى الباراشوت كبير جدا بالشكل ده خلاص، يعني لقى ان الباراشوت اللي فوقيه خلاص كبير قوي كده. دي الحالة الاولى ودي الحالة التانية. تفتكروا من مصلحة الراجل ده ان الباراشوت يكون كبير في زي في الحالة التانية، ولا يكون صغير قوي زي اللي في الحالة، يعني الحالة الاولى، يعني يفتح الباراشوت يلاقي باراشوت صغير ولا يلاقي باراشوت كبير؟ طيب ويا ترى لو اخترت واحد ولا اتنين، قول لي السيرفس اريا في الحاله اللي انت اخترتها كبيره والاير ريزيستنس كبيره ولا لا. يعني لو قلت لي مثلا الحاله الاولى، هل هنا السيرفس اريا كبيره وهل الاير ريزيستنس كتير وهل من مصلحته ان هو يلاقي 1 ولا يلاقي 2؟ هستنى منكم الاجابه في الكومنتات، وان شاء الله نكمل مع بعض في الفيديو اللي جاي، اخر بارت من الدروس او من اجزاء الدرس ده. هو درس جميل جدا ودرس ان شاء الله يكون سهل. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، وهنكمل باذن الله الجزء ده في البارت اللي جاي. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.